فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنهم يستغفرون الله، فهل يدل ذلك على جواز ذكر الله عز وجل في الخلاء عند قضاء الحاجة؟ نعم، قلنا إذا نسي الذكر عند الدخول فليقوله ولو دخل ولو بعد الدخول، بل هو ظاهر الحديث. إذا دخل أحدكم هو ظاهر الحديث، وقال به جماعة من أهل العلم، فإذا نسيه يقوله ولو بعد الدخول. نعم.